تستمر الاحتجاجات في لبنان وسط تمسك المتظاهرين الغاضبين برحيل حكومة سعد الحريري الحالية ورفضهم لحزمة الإصلاحات الاقتصادية الطارئة التي أقرتها في محاولة لامتصاص غضب الشارع، شملت خفضاً في رواتب المسؤولين وإلغاء تدابير التقشف ودعم الأسر الأكثر فقراً والامتناع عن فرض ضرائب جديدة وتعويضها عبر فرض ضرائب على أرباح البنوك وشركات التأمين. زيادة الضريبة على أرباح المصارف، خفض 50% من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين. 4، خفض موازنات مجلس الماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب بنسبة 70%. 5، خفض 1000 مليار ليرة من عجز الكهرباء. 6، إقرار مشروع قانون العفو العام قبل آخر السنة الحالية. 7، إقرار ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة الحالية. المتظاهرون اتهموا الحكومة بالكذب، فيما أكد ناشطون استمرارها لحين تشكيل حكومة إنقاذ مستقلة ومصغرة من خارج المنظومة الحاكمة تتمتع بصلاحيات استثنائية. اللبنانيون انتقدوا موقف حزب الله المدعوم إيرانياً من التظاهرات وكلمة أمينه العام حسن نصر الله التي أكد خلالها عدم تأييده استقالة الحكومة، موجهين له اتهامات بالسعي لتقسيم الشعب. السيد حسن نصر الله هو بيعرف أنه أكثر طبقة فلاحة ومقاومة هي عنده، وهو لازم ينزل على الأرض معنا لهوني ويدعي كل مناصرينه لحتى ينزل لهون لإسقاط هذه الحكومة، لأنه مؤسسة موسى الصدر كانت مع الشعب الفقير. هو يقول اللي بده إياه، العالم هي اللي رح تحكي، وأنا كنت بدي أحكي عن حسن نصر الله بالضبط. يعني بالنهاية هو زلمة بيحكي، يعني لا بإيده حزب، لا بيقول إيده قرار حزب الله ولا شيء، بس هن مصرين يقسموا العالم ويحكوا باسم الشيعة. طب مع الإمام علي والحسين وعاشورة هول كله نزلوا، لما ينزلوا على الشارع العالم لحتى تدافع عن الحق. الله والإمام علي والحسين منه محصور بحسن نصر الله، ينزلوا العالم وشو بدهم فيهم، هن سياسيين ومصطفين وخلصنا، نقطع السطر. يعني إن خطابه لم يلامس الضمير الشيعي، لا اللحظة، لحظة الإصلاح التي أطلقها الحسين، ولا لحظة السياسية التي تبنى فيها كل إخفاقات العهد، كل إخفاقات الحكومة اللبنانية. وبحسب محللين، فإن لدى لبنان واحدا من أعلى مستويات الدين العام في العالم قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأن اقتصادها تضرر بسبب التوترات في القطاع المالي التي ارتفعت مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال إلى البلاد في ظل ارتفاع كبير لنسبة البطالة التي تجاوزت بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً نحو 37%.